في ناس بتبص لأقل نظرة أو أبسط تصرف أو أصغر كلمة مجاملة مثلا عادية على إنها إشارة أكيدة لقصة حب ملتهبة. دي أكيد علامة وصوته بيترعش كده، أكيد علامة هو ولا حاجة، مش مستاهلة الرعشة دي خالص، بس عشان خاطر هو بقى إيه فاتح الكبوت وسلكه عريان وجسمه مفتح وبتاع حساس قوي، فبياخدها على إنها دي قصة حب. زي ما نبقى شلة اصحاب كبيرة مع بعض قاعدين في مكان مثلا، بعدين لما نروح تلاقي صاحبي بيقول لي واعمل تعبير وش الفنان شكري سرحان كده، شفت بعينك اتاكدت بنفسك ان نرمين بتحبني يا حبيبي؟ ما هي قالت لك كده؟ لا، من غير ما تقول يا معلم، انت شفتها شويه بتدوق لي الشاي قبل ما اشربه علشان تتاكد انه مظبوط. يا حبيبي اه شفتها وقالت يع ده مش بتاعي واديته لك، فانهي حته في اليع دي حسيت ان في شراره حب، ولا التانيه اللي جايه تتنطط ومبسوطه وعينيها على شكل قلبين وانت كنت متاكده انه بيحبني؟ كنت متاكده. اه يا ماما خير، اداكي ورد؟ لا اداني ورك. واحنا بنتغدى كريم اداني ورك الفرخه اللي بحبه واكل هو الصدر يا عيني، شفت بيحبني اكتر من نفسه. وكلنا عارفين ان كريم طول عمره بيحب الصدر عادي، مفيش اي شبهه تضحيه في اللي عمله ده خالص، عمر ما ورك الفرخه كان علامه حب يا ماما خالص. انا اعرف واحد اتقدم لواحده عشان قالت له قميصك حلو، بس هو اعتبر الجمله دي معناها انا عايز اعيش معاك للابد، وقالت له اوعدك ان الموت بس هو اللي ممكن يفرق ما بيننا، كل ده هو سمعه في قميصك حلو. تاني يوم داخل عليها بقى لابس بدله حمراء معاه دبدوب كبير بشنب ومكمل في العلاقه عادي، فطبعا بيترفض جدا بطريقه مهينه، يعني قله قيمه على مستوى وحش. لو كانت اتكلمت عن توكه الحزام مثلا كنت رحت فين؟ في كمان نوعيه من البنات بتترجم اي عمل ظريف جدعانه انساني كده انه اشاره واضحه من اشارات الحب والغرام. يعني واحده مثلا العجله بتاعتها نايمه، واحد شاب جدع في لحظه رعونه كده وتهور نزل يغير لها العجله، بس الواد وقع انتهى، تقول لك عينيه بالدلدق حب، ده عرق عرق وارتبك. ما هو في الحر بيركب عجله ما لازم يعرق. او واحده مثلا مش عارفه تركن، واحد مستعجل قرر يقول لها عنك انت ويروح يركن لها العربيه بتاعتها اللي هي شلت حركه المرور في منطقه مدينه نصر كلها، هي دلوقتي بصله على ان هو راكب حصان حاطط بكلونه حمراء ومحدد دقنه وشعره بيطير لورا سلو موشن، فاهم؟ كل حاجه بقى مظبوطه وطاير كده وفي وهم شايفين ان هم بيتزفوا فوق الحصان دلوقتي. هو مش حبا فيها، هو حبا في مصالح البشر، البلد واقفه بسببك. ويا لهوي يا لهوي بقى لو واحده شايله اكياس وشنط كده جايبه 6 كيلو استفندي مثلا، واحد جنتلمان عرض عليها يشيلهم عن هات الاستفندي ده، يعني جدعانه بسيطه ما فيهاش حاجه، ده مش تلميح، لا ده تصريح، ده اعتراف كامل، بروبوزل. خلاص هي كده بتلف على القاعات بتاعه الافراح، تفق على السنتر بيسز وزفت الكمانجات وبتنقي الستاير وبتدوق التورته وتشوف عصير الاستفندي اللي هي جايباه ده تعمله للمعازيم تديه لهم، الموضوع محسوم بالنسبه لها. بقول لك شلها الاستفندي يا ابني، انت بتتكلم في ايه؟ الغيره طبعا بتبقى غالبا علامه من علامات الحب، بس برضه خلونا ما نتسرعش ونحكم على اي موقف على انه غيره، لان صدمتها بتبقى وحشه خالص. انا عندي واحد صاحبي معايا في الشغل كان هيطير من الفرح لما حس ان البنت اللي بيحبها من طرف واحد بقاله 16 سنه بيحبها، ولادها بقى في مدارس انترناشونال في ثالثه ثانوي، وقعدنا بقى جه قال لنا بتغير عليا، فرحان قوي وفرحنا واحتفلنا وقعدنا وبنساله واحنا بننهك كده الماء ايه بتغير عليا ازاي؟ قالت لي بص النهارده الصبح قالت لي اقفل السوسته بتغير عليا. حتى لو كان عندها مبادئ مشاعر ناحيته اكيد موقف السوسته المفتوحه ده انهى الموضوع، شافتك في موقف مش تمام. وفي اللي بتحب واحد وهو حلق لها تمام، اصل انا قريت على النت ان اللي بيحب واحده قوي بيبالغ قوي في اهتمامه بكل البنات التانيين وبيتعمد يتجاهلها هي بالذات، ياه، وهو طبعا ولا شايفها ولا عارفها ولا حاسس بوجودها اصلا عشان يتجاهلها، وهي بالنسبه له مفيش، يتجاهل ايه؟ هو في حاجه عشان يتجاهلها اصلا؟ ومن ده كتير بقى، اللي مصاحبه صاحبه علشان تغيظه، واللي اتجوزت بنت خالته عشان تقابله عند خالته، كل ده كوم بقى اللي هو الجنان اللي في العالم بتاعنا الواقعي، والجنان اللي في العالم الافتراضي ايه بقى؟ عملت لي لايك، يعني معجبه بيا، مبدئيا ما عملتلكش انت حضرتك لايك، هي عملت لايك على صوره الزحلفه اللي انت حاططها وفرحان بيها دي، عجبتها، هي معديه كده فلقيتها، طبعا لو حد عمل رياكشن لا ده تبقى اكيد بقى العلاقه راحت مرحلة تانية بقى، اتطورت بقى، بدأت تاخد شكل رسمي، وش بيضحك، وش بيضحك جدا، أو وش مذهول، الله عملت لي وش، طبعا لو قلب ممكن نتوكل على الله، عملتي لي قلب، حبيني يا هدى، ها؟ القلب ولو خلاص. كومنت طبعا؟ لا لو كومنت غالبا بنكتب القايمة خلاص بقى. ليه دايما اللي بيشاير أغنية بيتفهم إنه بيبث رسايل مشفرة لشخص ما؟ ليه؟ ليه الجو بتاع رأفة الهجان ده؟ اللي هو تقول لك خدت بالك شريف عمل ايه مشير النهارده الصبح اغنيه اهواك بلا امل، عارفه ده معنى ايه يا حبيبتي؟ بيعني ان بيقول لي ان هو بيحبني من زمان وان عايزني انزل قبل لوحدي وما اجيبش معايا البت امل. ياه هي وصلت لكده؟ خلاص هنبدا نخش في مرحله الفك الشفرات وحل الرموز وبتاع. ايه يا اخوانا هو لغز ميكي؟ ما اللي عايز يقول حاجه يقولها وش عادي من غير ما يضطر يغير عجله ولا يديك ورك ولا تتجوز بنت خالتك ولا يشيل استفندي ولا اغنيه بالحبر السري ولا الجو ده. على فكره انا الصبح لسه كنت كاتب الكلام ده على الفيسبوك من زهقي، زهقت. ساره عملت لك لايك على البوست. مين ده؟ فين؟
سارة عملت لك لايك. وحياتي ابوك. اه والله العظيم على طول. عملت لايك بالسرعه دي؟ اه شوف بقى يا شقي. لا دي تبقى واقعه بقى. اه بقى. لا واقعه. اوعى بقى. الله الله.